بمقاربة تعتمد على تعزيز الاقتصاد الوطني وفق سياسة الدولة الرامية إلى الرفع من المنتوج المحلي، تمكن هذا المصنع بوهران من إنتاج 200 طن من زجاج التعليب المجوف بمختلف أشكاله بمقاييس وجودة عالية. عندنا في كل المجالات الزجاج المجوف للمواد الغذائية، للزيوت، للمشروبات، طاقة إنتاجية يومية 200 طن يومي. سياسة الشركة تعتمد على سياسة التصدير وتنويع المنتوجات. المشروع اللي في القريب العاجل هو زيادة الإنتاج إلى حوالي 500 طن يومي. هذا النوع من المشاريع من بين الاستثمارات الصديقة للبيئة والتي تعمل على رسكلة وتدوير الزجاج. للمحافظة على البيئة نقوم بجمع الزجاج من كل أنحاء القطر الوطني لإعادة رسكلته وتدويره وكمادة أولية للزجاج. أربعة خطوط إنتاج سمحت بفتح وتوفير أزيد من 370 عامل ذو خبرة في المجال لتحقيق الاكتفاء المحلي وولوج الأسواق العربية والأوروبية. يوجد في هذا المصنع زوج أفران 100 طن كل فرن، يتخصص في إنتاج القارورات والإناءات مختلف الأنواع والحجم. طاقة الإنتاج حوالي 500 ألف قارورة يوميا. المراقبة تخص درجة حرارة الفرن التي تصل إلى 1500 درجة، وكذلك نسبة الزجاج في الفرن وعمل تبريد الفرن وضغط الفرن لضمان عمل الصهر جيدة للزجاج لتمكين فرقة التشغيل من إنتاج زجاج ذات جودة عالية. فهو من بين النماذج الاستثمارية الاستراتيجية الرائدة بمنتوج 100% صنع بالجزائر.